الجامعة الافتراضية السورية، كتاب المنهجية القانونية، للأستاذ الدكتور عمار تركاوي وللأستاذ الدكتور محمد خير العكام. الوحدة التعليمية 11 بعنوان أصول الكتابة والصياغة القانونية. الدرس الخامس، المنهجية القانونية. تقدمة مبادرة ضوء بصوت إبراهيم بيطار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات 222 وحتى الصفحة 227. إن المنهجية تنير للباحث الطريق للوصول إلى الحقيقة التي يسعى إليها، ويخضع كل علم في وضع قواعده وتطبيقها إلى منهجية معينة تختلف باختلاف طبيعة هذا العلم أو طبيعة الأجزاء المؤلفة له أو لتطبيقاته. وتتجلى المنهجية بمجموعة من التوجيهات والضوابط التي تحكم عمل الباحث في سعيه للوصول إلى الحقيقة، لها أدواتها وطرقها عند استعمال تلك الأدوات. وغاية المنهجية هي أن يحسن الفرد توجيه فكره عند بحثه عن الحقيقة في علم من العلوم، فقد تتساوى المعلومات والقدرات الشخصية عند الأفراد أحيانا، وعلى الرغم من ذلك فإنهم قد لا يصلون إلى الحقيقة ذاتها التي يبحثون عنها، أو قد يصلون إلى هذه الحقيقة ولكن بفترات زمنية مختلفة، وقد تختلف وتتنوع آراؤهم وأحكامهم في الموضوع محل البحث، وقد يكون سبب ذلك الاختلاف في درجات الذكاء أو الاختلاف في درجات المعرفة العلمية في تفاصيل هذا البحث وما يحيط به من موضوعات، ولكن السبب الأهم في ذلك يعود إلى الاختلاف في مناهج تفكيرهم فيه، فالبعض قد يملك تلك المنهجية والبعض الآخر قد يعمل بدون أي منهجية. والمنهجية تدفع المرأة إلى التركيز على أشياء وزوايا من شأنها أن تنير جوانب هذا البحث، والمنهجية هي التي تزود مستخدمها بالفكر المنظم والوضوح والقدرة على إقناع الغير. ولهذه المنهجية في أي علم قواعد أربعة ركز عليها الفيلسوف ديكارت، وهي: 1- عدم أخذ أي أمر على أنه حقيقة إلا إذا تجلت حقيقته بصورة واضحة، وهذا يفرض على الباحث تجنب التسرع في التوصل إلى النتائج والانطلاق من أحكام مسبقة دون برهنة. 2- تجزئة الصعوبات في موضوع البحث وتقسيم البحث إلى جزئيات كي يسهل حلها. 3- توجيه الفكر بشكل منظم من المواضيع والأفكار الأسهل والأبسط، ومن ثم الارتقاء بها والاعتماد عليها لاستنتاج واستنباط الأفكار الأصعب فالأكثر صعوبة. 4- إحصاء كل الأمور بشكل كامل، ثم إجراء مراجعة شاملة وعامة لها حتى لا يغفل أو يهمل أي جزئية منها. ومن المؤكد أن هذه القواعد تنطبق على علم القانون، لذا لا بد من التأكيد على الأحوال التالية. أولاً، المنهجية ترتبط بعلم القانون بمختلف فروعه وأشكاله، والغاية من اتباع المنهجية فيه هي يتعلم المشتغل في القانون كيف يفكر وكيف يستنبط الأحكام وكيف يطالع وماذا يطالع من أجل انتخاب أفضل الحلول. وعلى هذا الأساس فيجب أن لا يكتفي بحفظ نصوص القانون أو المحاضرات النظرية الملقاة عليه عن ظهر قلب، بل لا بد من فهم هذه النصوص أو تلك المحاضرات وتحليلها وتقسيمها أفكارا رئيسة، وهذه هي التي يجب أن يحفظها، وتلك هي الوسيلة المثلى في دراسة مواد القانون واستعمال واستخدام كل ما تعلمه في مرحلة دراسته الجامعية فيما بعد أثناء حياته المهنية، أيا كان موقعه محاميا أو قاضيا أو حقوقيا أو أستاذا جامعيا، أي التعود على التعامل مع مواد القانون وأسلوب معالجتها والاستفادة منها في حل المسائل المتعلقة في عمله القانوني. 2- هدف المنهجية القانونية هو إكساب الطالب الطريقة العلمية السليمة للتعامل مع المواضيع القانونية المختلفة وتكوين الشخصية القانونية المستقلة لديه التي تمكنه من تحليل مادة البحث ومعالجتها وكيفية استحضارها وكيف يفتش وكيف يعرض أفكاره وكيف يناقشها. ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف إلا إذا كانت دراستنا تقوم على الشكل التالي: 1- ألا يتحمل المحاضر كامل أعباء المحاضرة بينما يكتفي الطلبة بالاستماع، بل لا بد لهم من المشاركة الفعالة في المحاضرة
من خلال تدوين الملاحظات وطرح الأسئلة والمشاركة في المناقشة ومحاولة الإجابات على تساؤلات المحاضر دون خوف أو تردد. 2- أن يتحمل الطالب الدور الأكبر في تحضير المادة محل المحاضرة، ويقتصر دور المحاضر على توجيه الطالب، تحديد الموضوع المراد معالجته وتحديد نطاقه، النصوص القانونية المتعلقة فيه وأهمية النظرة والعملية، الإشكاليات التي يثيرها، مراجع البحث التي يفضل العودة إليها للإحاطة بالموضوع. إلا أن هذه الطريقة يصعب اعتمادها في المرحلة الجامعية الأولى لأسباب كثيرة يصعب حصرها هنا، ويمكن تطبيقها فقط في مرحلة الدراسات العليا حالياً بسبب قلة العدد، ولكن يمكن تطبيق هذه الطريقة في الجامعة الافتراضية باعتبارها تسمح بالالتقاء المباشر بين المحاضر وعدد قليل من الطلاب، والأسلوب المتبع حالياً هو التعاون والمشاركة الفعالة بين الطالب والمحاضر، فالمحاضر يضع أو يحدد مؤلفاً المواضيع المقررة بشكل مركز ومختصر، يكتفي فيه المحاضر بعرض الخطوط الرئيسية للمواضيع محل الدراسة، تاركاً أمر البحث في التفاصيل للطلبة. 3- ضرورة اقتران المحاضرات النظرية بالأعمال التطبيقية أو الأمثلة التطبيقية على الأفكار محل المحاضرة، ونقل الطلبة إلى الواقع العملي التطبيقي كلما أمكن ذلك وفق برامج معددة سابقاً في كافة المواد، سواء بالزيارات إلى المحاكم المختلفة أو المجالس التشريعية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوزارات والهيئات الرقابية وغيرها، وتكليف الطلبة بحل التمارين العملية وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية البحتة. 3- إن البحث القانوني المنهجي له مقومات لا يمكن نجاحها دونها، وكل عنصر من عناصر هذه المقومات هو شرط ضروري ولكنه غير كاف وحده للتحقيق الهدف منه، هي وجود الموجه القادر والطالب المحب للعلم وتوفر المادة العلمية اللازمة. 4- الدراسة المنهجية تقتضي القراءة القانونية المتعمقة وعدم الاكتفاء بالقراءة العرضية أو المتسرعة، فالقراءة هي دعوة إلى التفكير العميق وفهم ما يقرأ، لذا يفضل عدم الاكتفاء بالتلخيص، فهو لا يعبر عن الجوهر تعبيرا كاملا، وهذه القراءة تتطلب لدى الباحث القانوني أو المشتغل بالمواضيع القانونية أن يكون لديه مكتبة قانونية أو أن يستعين بالمكتبات القانونية المتوافرة، كما تتطلب مهارة معلوماتية، فالاستعانة بالمعلوماتية أصبحت ضرورة ملحة للقانوني وغيره، أي التعامل مع علوم الكمبيوتر والإنترنت، فعلم المعلوماتية يساعد في معرفة النصوص القانونية والأحكام القضائية والدراسات الفقهية دون الارتباط بحدود أو إقليم، والذي يعتمد على هذه الأنظمة يستثمر الوقت ويختصر المسافات. 5- ويجدر أن نفرق بين معالجة النص وتفسيره، فمعالجة النص تكون بشرحه بمنهجية واضحة ومحددة، أما تفسير النص فيكون بتحديد مضمونه ومعناه، وقد يصدر التفسير عن المشرع، وقد يصدر عن الفقه، وقد يقوم به القضاء. إن التفسير من مهام القاضي بالدرجة الأولى، لأنه المخول بتطبيق القانون، ويسمى في هذه الحالة تفسيرا قضائيا، إلا أن الفقهاء قد يفسرون نصوص القانون، فنكون في هذه الحالة أمام التفسير الفقهي، أما إذا تدخل المشرع وأصدر تفسيرا للنص، فنكون أمام التفسير التشريعي، الذي يبين حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المشرع، ويكون هذا التفسير عندما تكون النصوص التشريعية غامضة أو تحتمل أكثر من معنى. إن للتفسير نوعان من حيث النطاق، فهو إما تفسير ضيق، هو التفسير الذي يقف عند حد المعنى الذي يفيده منطوق النص، أو تفسير موسع، هو التفسير الذي لا يقف عند عبارات النص، بل يستقطي جميع المعاني التي تستفاد من روحه وفحواه. ونتساءل، إذا تعارض التفسير الضيق مع التفسير الموسع، فأيهما نغلب؟ نغلب المعنى الضيق على المعنى الواسع، لأن المعنى الواسع فيه استفاضة، ولا سيما إذا كان النص جزائياً. إن المفسر إذ يقوم بعمله فإن الغاية منه تحقيق المصلحة التي قصدها المشرع، وهي مصلحة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وهذه المصلحة مقيدة، فلا يجوز للمفسر الخروج عن النص أو تأويله خلافا لموطوقه بحجة الاستهداء بحكمة التشريع،
وإذا لم يجد المفسر عندما يكون قاضيا نصا سليما أو معيبا فليس له أن يفض يده، لأن القانون حتم عليه أن يفصل في كل نزاع يعرض عليه. ونميز هنا بين حالتين: ألف في المواد الجزائية، إذا لم يجد القاضي نصا يحكم بالبراءة ولو كان الفعل معروض على القاضي منافيا للآداب أو ضارا بالمصلحة العامة عملا بالقاعدة القانونية لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني، فالتشريع هو المصدر الوحيد للقانون الجزائي، وليس للقاضي أن يلجأ إلى مصدر آخر كالعرف أو أن يلجأ إلى القياس لعدم جواز ذلك في المواد الجزائية تطبيقا للقاعدة السابقة. ب. في المواد المدنية، يجتهد القاضي في الاهتداء إلى حكم القانون، إذا لم يجد القاضي نصا تشريعيا يمكن تطبيقه حكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، وإذا لم يجد فمن مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إن البحث عن غاية النص تمهيدا لتحديد طبيعته لها دور أساسي عند معالجته من قبل القانوني الذي يدرس الموضوع القانوني أيا كان نوعه، وإن البنية المنطقية تدل على خصائص النص القانوني، وكلما كان القانوني ضليعا باللغة كلما كان أكثر قدرة على فهم النصوص وتفسيرها. سادسا، إن المنهجية القانونية يختلف مضمونها بين أن يكون المطلوب دراسته هو نص قانوني أو معالجة قرار قضائي أو وضع دراسة قانونية مجردة أو حل مسألة عملية أو وضع استشارة قانونية، وسوف نركز في المبحث التالي على القواعد المنهجية التي يجب أخذها في الحسبان في جزء من هذه الموضوعات، وهي الكتابة القانونية في كل من العقود والاستشارات والدعاوى والدفوع، على اعتبار أن منهجية البحث العلمي قد تم دراستها فيما سبق، كما أنه سوف يتم التركيز فيما بعد على معالجة القرارات القضائية. تمارين أشر إلى الإجابة الصحيحة. معالجة النص القانوني تعني: 1- تحديد مضمون النص ومعناه. 2- شرح النص بمنهجية واضحة ومحددة. 3- تفسير النص بالوقوف عند الحد المعنى الذي يفيده منطوق النص. 4- استقصاء جميع المعاني التي تستفاد من روح النص وفحواه. الجواب الصحيح هو الجواب رقم 2، شرح النص بمنهجية واضحة ومحددة. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية 11.